كما التقت سعاده السيده نور بنت علي الخليف وزيره التنميه المستدامه الرئيس التنفيذي لمجلس التنميه الاقتصاديه عددا من المسؤولين في المنظمات الامميه والدوليه مؤكدا اهميه تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات لتحقيق التنميه المستدامه. نعم فقد اجتمعت سعادتها مع السيده باولا نارفيز رئيسه الدوره الحاليه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحده والتي اشادت بدور المنتدى في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاهداف التنمويه في ظل التحديات العالميه الراهنه مستعرضه الجهود المتواصله التي تبذلها مملكه البحرين في تسريع وتيره تحقيق اهداف التنميه المستدامه. وخلال لقاء جمعها مع السيده دورين مارتن الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات اكدت الوزيره الخليف دعم مملكه البحرين لاعمال الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا كاحد القطاعات الاقتصاديه ذات الاولويه، كما التقت وزيره التنميه المستدامه بالسيده ماري بيث نائبه الامين العام لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على اهميه ودور التحول الرقمي والبيانات والشمول المالي في تحقيق التنميه المستدامه.